الدراقي. هلا هون انا لانه الدراق بياخذ شوي وقت، بدي انا كرمال، حطيت الزبده على النار وبدي احط السكر بس خليها تذوب شوي. يا سلام. هلا مثل ما شايفين بيوريه الدراق، انا حتى اختصر وقت المقادير اللي عملتها حطيتها هون بس ربع ساعة بتحطوها على النار، ربع ساعة ثلث ساعة. أنا اخترت الذرة اليوم لأنه من الفواكه الصيفية، صح، فحبيت إنه نودع الصيف بوصفة صيفية. بس لو حلوة. عايزين يعملوا اللي انت عملتيه ده بأي نوع فاكهة تاني زي المانجا مثلا، تمام، ممكن مانجا تفاحية، مثل ما حكينا الوصفة الأصلية بالتفاح. هدول حنضيف عليهم شرائح الدراق، حنضيف شرائح الدراق عليهم بعد ما يتكرمل. لا هلا لونه حلو، هلا ده بالسكر، هلا بنقدر نحط نصف شرائح الدراق. حاضر، حطيناه. بعدين هلا عشان نوصل للي انت عملتيه ده احنا، لا هلا هذا البيوري، هاي الشرائح المكرمله اللي حتكون على الوش برا. اوكي طيب، هلا شايفين كل المقادير انا بحطها بالفود بروسيسر، نفس المقادير اللي طلعت على الشاشه مع حليب مكثف. الجيلاتين كثير مهم بهي الوصفه لانه لازم تجمد التشيز، لو ما حطينا جيلاتين الوصفه راح يكون فيها بالضبط مو متماسكه. ليمون، عصير ليمون شوي لانه كثير بيتناسب مع الدراق ومع طعمه الدراق. هلا بدي اضيف البيوريه اللي انا خفقته وخلصت وصفيته، بدي اضيفه على كريم التشيز. والجيلاتين طبعا مثل ما حكينا ما ننسى الجيلاتين كثير مهم. واخر شيء بس حتى اعزز النكهه بحط شويه نكهه مع لون حتى يطلع اللون حلو، لانه الدراق ما بيعطي قد ما انا عملت، ما بيعطي لون كثير واضح بالاكله. طيب هلا معلش تقولي لهم عملتي الجيلاتين ازاي، لان في ناس كثير ما بيعرفوش يستعملوه، صح؟ تمام. انا الجيلاتين مثل ما حكيت دوبت جيلاتين، هي عندي الوصفه هون بس لانه انا بنسى بالجرام كثير على فكره. طب بصي احنا بس نقول لهم ازاي، معلقه طعام ب 50 جرام مي. هلا نحن بنحط المي بحراره الغرفه وبنجيب الجيلاتين الحيواني بنحطه بندوب، نستنى بالضبط 3 4 دقائق لحتى يشرب المي. بس حسيناه شرب المي بنحطه بالميكروويف، يعني 10 ثواني او على نار هاديه، بيصير سائل شفاف مثل اللي شايفينه هون، هيك بيعطينا سائل شفاف. وليه؟ هذا اللي بستعمله انا بكل وصفات التشيز. هلا هذا القوام، خليك معي ده، تمام كمان ولا لا؟ خلص ممتاز، خلاص اوكي ممتاز، صارت طريه. طريه، خلص ممتاز. ولا اخليها لك؟ لا لا خلص ممتاز هيك. اوكي، اهم شيء انه تكون طريه لنقدر نصفها. هلا شايفين هاي قوام التشيز اللي طلع عندي، واو، هذا هو اللي جاهز واموره تمام لحتى انا احشي. بقدر مثل ما حكيت احشي بقالب كبير، احشي بقوالب صغيره، بس هيك بيكون جاهز. شايفين كيف هلا هون انا عم حط من التشيز اللي انا عملته الجاهز بالجيلاتين. قطعه الكيك كثير مهمه لانه نحن عندنا كميه تشيز عاليه، فالكيك شوي بيخلي الوصفه اهدى، يعني ما تكون حلاوتها عاليه وما يكون فيها كميه تشيز عاليه. هلا شايفين كيف انا حطيت مقصقصه اصلا اوريدي الكيك على السايز اللي عندي، بتقصقصوه انتم على حسب السايز اللي عندكم، وبنرجع بنعبي بالتشيز، نختم على ال بالضبط. ممكن ما نعملهمش كلهم بس نعمل وحده، هي وحده بس حتى يشوفوا الفكره. بنظبطها مزبوط، بنظبط اطرافها مزبوط، واخر شيء بندخلها على الفريزر لمده ساعه، بعدين بالثلاجه يوم كامل قبل ما يوم كامل. يوم كامل، واو، أوكي. لحتى تنقلب معنا بهذا الشكل. اوكي، لو ما عملنا هيك ما راح تنقلب. واللي مستعجل
يزود جيلاتين رايك ولا ايه؟ يزود جيلاتين، بس يزود جيلاتين وتقعد بالفريزر ساعتين تقريبا. اوكي. 400 جرام ذره و50 جرام سكر و150 مل مي. التشيز اللي عندنا، في عندنا 400 جرام جبنه كريميه، علبتين قشطه، معلقتين طعام، عصير ليمون، حليب مكثف 100 جرام، جيلاتين معلقه طعام مدوبه ب 50 جرام مي. يا اما عندي خيار حط كريم فريش 100 مل او شنطه نص كوب مع 75 مل حليب. هي بالنسبه للتشيز. هلا ضل في عندي بس لكرمله الذره بدي 40 جرام زبده و40 و80 جرام سكر ومعلقه طعام عصير ليمون.